مذ اشتبهت شركة رينو الفرنسية بثلاثة من مدرائها بارتكابهم جرم التجسس الصناعي الأربعاء الماضي، كثرت الأسئلة عن هوية الفاعلين، واليوم العين تنصب على الصين وفق ما أوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، مشيرة إلى اشتباه محققين سريين فرنسيين بتورط صيني في القضية، ويتعلق بتفاصيل تم تسريبها عن برنامج السيارات الكهربائية التي تصنعها رينو. إنه خطر عالمي على الصناعة الفرنسية. تعبير الحرب الاقتصادية قد يكون عنيفا لكنه ملائم، وهو أمر نحتاج لأخذه بعين الاعتبار في المستقبل. ويعتقد بعضهم أن كان على شركة رائدة مثل رينو أن تكون أكثر حذرا. إنه فشل، وأعتقد أنهم إن أرادوا معرفة المسؤول فهذا قد يكون مستحيلا، وأعني أن الهندسة الفرنسية بحالة استثنائية، وهذا يظهر الوضع الذي نحن فيه، فهم مركزون كثيرا على الابتكار وليس المنافسة. وتبدو السيارات الكهربائية المستهدفة صيدا ثمينا، فرينو تتجه نحو احتلال 10% من السوق العالمية للسيارات بحلول العام 2020.